لبنى الكودرون عامده فريق كوكب مراكش سيدات لكره السله. بالنسبه لكم موسم جديد، بريانات جديده، طموح جديد بالنسبه لكم يعني كلاعبه وكعامده الفريق، يعني اشنو يعني الرهانات ديالكم، اشنو الطموح ديالكم هذا الموسم هذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم وان شاء الله عوده ميمونه عاوتاني، ويكون ان شاء الله هذا العام مليء بالانتصارات وبالالقاب. لحد الساعه حنايا يعني كنستعدوا غاديين بشويه بشويه بحكم الظروف تاع كورونا، وحتى الحيز الزمني بحكم السيمانه الجايه عندنا مقابله، يعني ما لحد الساعه الفريق تاعنا غير مكتمل، لكن الطموح ديالنا هو اننا ان شاء الله نحققوا الازدواجيه هذا الموسم. والمكتب المسير صراحه راه داير اللي عليه وكثر، وحنايا رحنا مرتاحين، غير كنتمناو من انه يعني الناس يلتفتوا لنا كالسيد الوالي والناس المسؤولين هنا في مدينه مراكش يلتفتوا لهذا الفريق ولو بمساعدات، بحكم انه ذاك العام حققنا يعني بزاف ديال الانتصارات وبالمقابل ما تلقينا حتى شي حاجه حنا كلاعبات. حسيتوا بحقره ذاك العام شويه ياك؟ تحقرنا فعلا، تحقرنا خاصه انه كانوا وعود، كان ما كانوش وعود نقولوا زعما راه ماشي مشكل، ولكن كانوا وعود وفي الاخر ما وفوش بهم. كنتمناو انه هذا العام يكونوا وعود ويوفيوا بها ويعاونوا الفريق. حنا راه كاينين هنا، مره نكونوا مره ما نكونوش، ولكن الفريق راه ديما كاين وديال مراكش، راه ما ديال حتى واحد. بالنسبه لك لبنى، يعني حنا كتكوني يعني عامده الفريق بالكاريزان ديالك بالامور بالعطاء ديالك، يعني كتكوني دوزيام كوتش في التيران في مستودع الملابس، يعني كي دايره الاجواء ديال الفريق، يعني خاصه بانهم راه جاو لاعبات جداد، يعني الدور ديالك كعامده خاصك تانتيغري هذوك اللاعبات في الاجواء ديال مدينه مراكش في ليفيكتيف، يعني اشنو هما المجهودات واشنو هما الامور اللي كتبدلي في هذا الاطار هذا؟ حنا فريق الحمد لله ايموجين، يعني ما كاينش اختلاف بزاف على السنه الفارطه، يعني ما كاينينش كاينين بعض الوجوه اللي جديده، وحنا كيجي الفريق كيجيو ناس جداد كيلقاو الفريق يعني مش هكا فوالا، دونك حتى هما كيتانتيغراو في الجروب سي فاسي، زعما ماشي شي حاجه زعما اللي صعيبه، والحمد لله كيجيو لعيبات بروفيسيونيل كيجيو حتى هما على دي زوبجيكتيف يحققوهم، وحنا كنا عندنا اوبجيكتيف واحد هو اننا نربحو، هادشي اللي كاين. كلمه للجمهور المراكشي. كنتمنى انه هذا العام هذا يكون يحضر معنا الجمهور، توحشنا وتوحشنا ذوك الاجواء وتوحشنا الدقه المراكشيه تكون داخل القاعه، هادشي اللي كاين. شكرا لبنى، شكرا، حد موفق اختي، شكرا.